يعني عندك ممثلة مثلا مية مية، نقول مثلا سناء جميل ممثلة، ما بقتش بطلة ليه؟ لأن مش حلو، يعني شكلها ظريف وكل حاجة، إنما مش في نظر الناس اللي غاويين القلوب. يعني كل البطلات كانوا يبصوا عليهم بنظرة مختلفة. أمال إيه؟ أمال بيبص عليهم بإيه؟ بيبص إيه؟ ما يسمعها في الإذاعة، إنما في السينما بيجيبوهم مخصوص سينما. مش عارفين، ده جايب مش جايب، يا شيخ.